في كتابه فن الإخراج السينمائي سيدني لوميت قال إنه لما وقف في موقع التصوير لأول مرة لإخراج أول أعماله 12 رجلاً غاضباً، شعر بأنه دقات قلبه بتتصارع وصوته بيطلع بصعوبة. فسر اللي صار معاه بأنه كان خليط من الحماسة والخوف. يومها قال لنفسه لو كان هذا فيلمي الأول هو فيلمي الأخير فأنا أريد له أن يخرج بأفضل صورة. وفي مناسبة أخرى لوميت قال بالنسبة لأي مخرج بيتمتع بقليل من الوضوح فإن الروائع هي الأفلام التي تأتي إليك عن طريق الصدفة. في الواقع هذا الكلام فيه الكثير من الصحة، ويمكن بيحضرني هون المصادفة التاريخية لإخراج العظيم ستانلي كوبريك فيلم سبارتاكوس بعد طرد المخرج الأول أنتوني مان، واللي أتاح إلنا مشاهدة واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما. مقدمة كانت ضرورية جداً عشان نفهم شخصية المخرج الغاضب سيدني لوميت، رغم أنه في الواقع هو شخصية وديعة جداً. المقدمة الأولى بتأكد حجم الصلابة والإصرار في شخصية الرجل، والثانية بنحكي عنها في الأخير. فيلم 12 رجلاً غاضباً اللي أخرجه لوميت سنة 57 كان الفرصة التاريخية لإظهار موهبته وقدرته، وحولوا من مخرج بيتردد المنتجين في منح الأموال لصنع الأفلام إلى واحد من رموز هوليود طوال تاريخها. بهالفيلم نجح لوميت باقتدار في المحافظة على تركيز المشاهد طوال الوقت، رغم أنه تصوير تم في موقع واحد باستخدامه اللقطات المقربة المستمرة بقطعات سريعة لوجوه الشخصيات، مع خلق عناصر بصرية بسيطة بشكل مستمر للتأكيد على تفصيلة أو أكثر بالنسبة لكل شخصية من الرجال الاثنى عشر، لتكون النتيجة عمل بهذه الديمومة والأهمية. ولكن الملاحظة الأبرز هي أن الكثير من العناصر التي استخدمها في 12 رجلاً غاضباً استخدمها لوميت بعدين في أفلامه كلها، على رأسها الاستخدام المكثف للحوار بين الشخصيات والقدرة على رفع وتيرة التوتر بناء على قيادة ممثليه إلى أداءات وصراعات ثنائية رفيعة كما فعل في فيلم الشبكة نتورك سنة 76. لوميت مغرم بأفلام المكان الواحد زي فيلم عصر يوم قائد، وهو بحب أفلام المحاكم من منظور بطل بيتحد معه المشاهد كما في فيلم الحكم في عام 2005. حصل المخرج سيدني لوميت على جائزة شرف تكريماً لمجمل أعماله خلال الحفل 77 لتوزيع جوائز الأوسكار، وهي الجائزة كانت الأولى اللي بيحصل عليها لوميت، واللي تم اختياره 5 مرات في فئة أفضل مخرج لكنه لم يحصل أبداً على الجائزة خلال فترة عمله الطويلة في السينما اللي بتمتد لحوالي أكثر من 50 سنة. الباتشينو العبقري سلم لوميت الجائزة وقال سيدني لوميت العبقري الذي يدين له بالفضل حتى الآن ممثلون ومخرجون. 5 أفلام من أخراج لوميت تم حفظها في الأرشيف الوطني الأمريكي، واثنان من أفلامه تعتبر من أعظم 100 فيلم في تاريخ السينما حسب معهد الأفلام الأمريكي اللي هم 12 Angry Men ونتورك. 3 من أفلامه صنفت من ضمن أفضل 100 فيلم إلهاماً على مر التاريخ. 17 ممثل وممثلة خاضوا السباق الأوسكاري بعد عملهم مع هذا المخرج العبقري. سيدني لوميت ولد يوم 25 يونيو 24 وشارك في إخراج 75 عمل فني تنوعت ما بين أفلام ومسلسلات، ورحل عن عالمنا يوم 9 أبريل 2011. لوميت قال بالنسبة لأي مخرج يتمتع بقليل من الوضوح فإن الروائع هي الأفلام التي تأتي إليك عن طريق المصادفة. أنا رأيي أنه المقولة بتأكد أهمية الموهبة، بحيث أنه لو ما كانت في موهبة عندك موجودة أصلاً ما كان صاحبها حصل على الفرصة. ولوميت بالتأكيد موهوب، وأعتقد بأنه هو الصدفة الأجمل لعشاق السينما.